الفنان عبد الملك البزار اللي يعتلي الخشبة. أدعو الآن الفنان عبد اللطيف المزوري صديق مكرمنا ورفيق دربه ليقدم شهادة في حق مكرمنا، فليتفضل مشكورا. مساء سعيد، وسعيد أنا للمساهمة في تكريم رفيق الدرب وصديقي صديق العمر الأستاذ الفاضل عبد الملك القطب الغني عن التعريف. أستاذي تنمية المسرح بالمدينة وأعطى الكثير وشارك في مهرجانات وطنية، وكان أستاذا فاضلا تكون تحت يديه مجموعة من الشباب هم اليوم فخر لنا ونجوم محلية ووطنية معروفة. بالمناسبة أشكر شكرا جزيلا كل من ساهم في استرجاع هذا الفضل، هذه القاعة العظيمة، هذا المسرح إلى حضيرة بنية تحتية للمدينة كنا نفتقر إليها كثيرا. شكرا للمجلس البلدي، وشكرا للفعاليات والمجتمع المدني الذي شارك في استرجاع هذه المعلمة. إخواني، يشرفني في هذه المناسبة أن ألقي قطعة جزلية نظمتها بهذه المناسبة الكريمة أقول فيها: البزار أو الشاذلي عبد الملك مسرحي وموسيقي رد ذلك الشرابي الإمراني وبن مبارك علموك دربوك رسخوكي في الفن. بين الموسيقيين ما كانش مثالك، ومع المسرحيين حققت أحلامك في الوقت اللي كان الظلام لحالك، سلقت المنابر حتى وصلت للزم. علاش توقفت ومشيتي لحالك؟ هربتي وشلام زملاء بحالك؟ كون بقيتي فيه كون راك متهالك. المسرح في بلادي دفنوه بالكفن. ليكسا اليوم بهذا التكريم الدالك اعتراف المدينة للفنانين شكالك، جي اليوم جاهلك ناكر مقامك، ذاكرة المدينة جرست فيها يرن. بطل تكلب المدينة وحبالك الصوتية صادعة، وقدك من زمانك كان الفيلم كان الإنتاج في زمانك كان الحب، ما كانش مسرح العفن.
كنهنيك من كل قلبي يا عبد الملك، وكنشكر لك ساعة من هذا المنبر بحالك مدينتي زاخرة من يمينك وشمالك، عامرة بالمواهب ما عندك فين تصطم. شكرا. شكرا جزيلا سيدي عبد اللطيف مزوري على هذه القصيدة، وحي عاليا الفنان عبد اللطيف مزوري والفنان عبد الملك بزار، نحييهم عاليا. أدعو الآن إلى الخشبة السيد عبد السلام صبروخ ليلقي كلمته في حق مكرمنا فليتفضل مشكورا. شخصية وطنية وشخصية محلية هو رابط دائما، يعني ذاكرة ديال المسرح، باش ما نقولوش لأننا كل واحد اللي كيبدا كيقول بحالي أنا بديت من الأول، وحنا يعني تقريبا شعب شفوي، يعني ما كنعرفوش شنو درنا وشنو داروا اللي قبل منا وكيفاش جينا وكيفاش كنا. فعمالي كنت بزاف من الجيل يعني الذي نفتخر به كثيرا. احنا كنا صغار وكنشوفوا ديك الاعمال، كانوا كيبانوا لنا نجوم كبار ماشي فوق الخشبه حتى في الحياه، كانوا مساعدين بزاف، وكنشوفوا ديزي في الشنقه كنقولوا هذا هو ديك الممثل اللي عمل هذا، هذا هو ديك المخرج، هذا هو ديك. هذا الشرف ديال التقاسم ديال عمالك بزاف في مسرحيه الرهاج اللي ما لعبتها شي معاه بصراحه، ولكن كنا عاودناها في مسرح اسبانيا المكشوف هذاك، عاودناها مع أنيس دياتي وتولى من الممثلات والممثلين، وهي المسرحية اللي كانت دات الجائزة ديال العمل المتكامل، وعبد الملك بزار كان دا أحسن ممثل 1979 مراكش في إطار مهرجان الوطني مسرح نواس. عبد الملك بزار أيضا يعني كان مسرحي بالمعنى اللي كنقولوا له دابا الدراماتورج، يعني بالمفاهيم الجديدة اللي باغي مع هذا المسرح وما كان، فهو ألف واحد مجموعة من المسرحيات ولعب فيها ودار الإخراج. مثلا حنا عندنا مثلا هنايا كان عنده السي عمالي كان عنده المسرحية ديال اللعب في البطل وكالة المدينة كبطل، ولعب في المسرحية هذا عمو لسياتي، ولعب ايضا ومسرحا، ولعب في العين والفرخان حديقه الصحافه المزوري اطار الفرقه التجريبيه اللي جات مور فرقه المعموره، يعني اللي كانت النخبه الوطنيه ديك الساعات. وعمالك بزاف كتب الببغاء وكتب الضحايا وكتب الرهاج بحال اللي قلت اللي فاتت بالجائزه، يعني ديال العمل المتكامل بالجائزه الاولى ديال التمثيل، وكتب العمارة ولا كتشريدو كاملين على أنني كنا في يعني في المدارس وفي الثانويات، يعني كان واحد اللي كنبغيو نمثلو كنقولو هاي وهاي هاي وهاي وهاي دمعة الفراق سالت من عيني وجيني على حظي وعيني. الكتابة ديال عبد الملك بزار كانت كتابة جيدة، يعني كاين المقاوم الدرامي وكاين الأفق، يعني المسرحي بالمفهوم ديالو يعني اللي كنعرفو بالقواعد ديالو على حقه وطريقه، في نفس الوقت كانت كتابة جيدة، وكان طبيعة الحال الحضور القولي والتأثر بالمدرسة الاحتفالية إلى آخره. اللي ما كيعرف حتى واحد الحقيقة هو أن عبد الملك بزار عازف ساكسوفون ماهر، وعندو البريتونور الساكسفون. عبد الملك بزار ومن بين اجل يعني المرافقين في الجيل ديالو
يعني مع تتعقل على السنوات السبعينات والأواصر الثمانينات إلى آخره، كان الفن أو المسرحي يعني يشحن بالفقر، يعني خصو يضحي، خصو يموت شهيد، يموت فوق الخشبة. فالناس اختارت أنها تبني الحياة ديالها وتبني العائلة ديالها وتبني يعني مسار حياة الآخر. ولكن مع ذلك كنضحكوا على الدار ديال عبد الملك بزار وعلى الجيل ديالو وعلى ديكسا، أننا سنكتب هذا التاريخ وسنكتبه بميلاد من باب وبميلاد من فخر. مسألة أساسية بغيت نطرحها هو أن عبد الملك بزار كان مؤثر في الشباب والرياضة وأثر واحد مجموعة فرق، وبالتالي كان خريج ديال المعهد الوطني للمسرح والرقص والموسيقى، ومشى مرضى وكان على المعهد ديال الموسيقى والرقص والمسرح. وهذه يعني معلمه افتقدناها، ولكن نمتلك عبد الملك بزار ذاكرته وذاكره على الشهيد وذاكره سعاده الحيدر والشهيد مرافقنا. شكرا جزيلا. شكرا سي عصام الصباح على الكلمه الرائعه. شكرا. يشرف جمعيه ديكسان المسرح ان تقدم درع المهرجان لمكرمنا، فليتفضل السيد رئيس مهرجان ليقدمها له مشكورا. كما يسر إدارة مهرجان أيضا أن تقدم لمكرمنا لوحة تذكارية يقدمها له السيد العمران البرقوقي رئيس اللجنة مدير عفوا اللجنة التنظيمية، فليتفضل مشكورا. للخشبة لأخذ صورة تذكارية مع مقربنا، فليتفضلوا مشكورين. أدعو أسرة وليداتو والزوجة ديالو العائلة ديالو يتفضلوا معنا الخشبة باش ياخذوا صورة تذكارية مجموعة. شكرا لكم. الان نبقى مع كلمات امامكم وفوق هذه الخشبه. لا يسعني ان اقول من اكون او سوف اكون، المهم التفت الى الجميع بعد كلمه وجيزه ان هذا المسرح الذي كان يسمى مسرح ابيدا فزمان الاستعمار قد ولى، واتمنى ان يسمى المسرح البلدي للعرائش حسن المرابي، والتمس من الجميع الوقوف والتصفيق. يسمى هذا المسرح مسرح حسن المرادي. نشكر المجلس البلدي، نشكر جميع الجمعيات بكل مكوناتها التي قامت بالمطالبة بأن يكون للعرائش مسرحا بلديا، حيث أنه لن يؤجر ولن يكون له كذا ولن يكون له ذلك، وسيكون فضاء لجميع الجمعيات مسرحية موسيقية الدرابي الأطفال جميع